السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في فيديو جديد لقناة إيمان عبد الحميد. النهاردة الفيديو هيكون مختلف لأن أنا هقدم قواعد الخط العربي. أنا كنت خدت كورس في الخط العربي من فترة قصيرة وحبيت إن الكل يستفاد. كمان إحنا دخل علينا العام الدراسي الجديد، فأنت هتساعد ابنك إن هو يحسن خطه. نركز كده على الكراسة ونشوف هنحسن الخط إزاي. أولا لازم تكون الكراسة مسطرة، ما تطلبش من ابنك يكتب على كراسة من غير تسطير. اوكي، الكراسه هتبقى مسطره، لازم حاجه تكون وضعك معتدل وتحط الكراسه، ما تحطش كراسه كده، هحط الكراسه بميل قليلا. لو انت بتكتب بايدك اليمين خلاص هحط الكراسه بميل قليلا. لو انا هكتب حرف الالف، مش عارفه اذا كان كده واضح لحضراتكم، بكتب الف كده، كنت زمان انا بكتبها كده، انما ده مش صح. اوكي، فلكن انا هكتب الف اهي، الف، اللام بقى هي اللي يتحط عليها سنه كده، اللام يتحط عليها سنه، انما الالف تتكتب عادي وادي اللام يتحط عليها سنه. اوكي، اديني كتبت الف ولام، يبقى احنا كتبنا الف واللام ما تنزلش تحت السطر، لو كانت في اول الكلام ما تنزلش تحت السطر، انما لو كانت في اخر الكلام زي كلمه امل هي اللي تنزل تحت السطر. اوكي، انما لو اللام في اول الكلام ما بتنزلش تحت السطر، ادي الف ولام. اوكي، طيب لو انا هكتب حرف الدال، اكتب مثلا دهر، قال شوفوا الدال، بعمل كده وبعدين بعمل كده، خلاص الدهر، اديني كتبت الدال، بيبقى فيه هنا زي مثلث صغير مش واضح اهو، الدوام. اوكي، يبقى حرف الدال بعد الالف واللام اهو بيبقى كده، واطلعه كده خلاص بيبقى بالشكل ده، ده حرف الدال. حرف النون لو في نص الكلام مثلا هكتب النون اهي ماشيه على السطر، طب لو كانت في اخر الكلمه هتبقى نازله من على السطر، زي مثلا ايمان، ادي النون في اخر الكلمه اهي بتبقى نازله من على السطر، انما طول ما النون في نص الكلمه زي كلمه بنت اهي يبقى ماشيه على السطر. اوكي، اللي يتقال على حرف النون يتقال على القاف، لو انا مثلا بكتب القارعه، القاف ماشية على السطر، إنما لو كانت القاف في نهاية الكلمة بتبقى كده، بيقولوا عليها الحروف الكاسية، يعني عاملة زي الكاس أهي. أوكي، يبقى حرف القاف في نص الكلمة ماشية على السطر، في آخر الكلمة نازل من على السطر. أوكي، لو أنا بقى بكتب حرف السين، السين هكتب مثلا سلام، بعمل زي سبعة أهي وبعدين بعمل كده. أوكي، أدي سلام، يبقى حرف السين بكتب سين الأول زي سبعة أهي وبعدين بكتب الجزء بتاعها ده وشده كده، رايت، ادي حرف السين. اوكي، ده حرف السين في اول الكلمه، اكتب مثلا سلام، سلامتك. اوكي، طب انا لو بكتب السين في اخر الكلمه بتبقى نازله تحت السطر، السين اهي من الحروف الكاسيه عامله زي الكاس كده بتنزل تحت السطر، سبعه وجنبها كأن سبعه اخرى اهي السين. اوكي، ده حرف السين. اللي يقال على السين برضو يقال على حرف الشين، نفس اللي انا هقوله على حرف السين هقوله على حرف السين الشين. طيب بالنسبه لحرف الهاء، لو الهاء في اول الكلمه زي كلمه هدى، بعمل زي حرف الدال واحط عليه دايره. اوكي، ادي هدى، هعمل حرف الدال واحط في المنتصف دائره واعمل كده، هبه اهو. اوكي، طب لو الهاء في نص الكلمه زي مثلا بها، ادي الباء، والهاء انا بعمل زي ما يكون دايره كده واعمل فيها اهي، يبقى اكتب بها، او زي كلمه نهايه، ادي الهاء، لو انا عملت هتلاقي نص دايره كده نهايه، يبقى الهاء في اول الكلمه بتتعمل دال وجواها دايره زي كلمه هديه، او لو في نص الكلمه زي كلمه نهايه بعملها زي ما يكون نص دايره، نص دايرة كده وزي الفيونكة فيها. اوكي، يبقى انا هكتب نهار، ادي الهاء في نص الكلمة، او هدى الهاء في اول الكلمة. طيب حرف الدال والزال قلنا عليه، الدال يتكتب في نص الكلمة كده، الدوام، طب لو في اول الكلمة يتكتب دال اهي، كأن انا هعمل مثلث مثلا، ادي دال، دال، أو ذال، ما ينزلش تحت السطر، اللي ينزل تحت السطر الراء،
والزاي او الزين، اوكي، انما حرف الذال ماشي فوق السطر. اوكي، هناخد كده بسرعة حرف الميم. ميم، لو الميم في اول الكلمة هعمل زي ما يكون 8 كده، اوكي اهي ميم. اوكي، ادي ميار، بعمل زي ما يكون 8 اهي وانزل نص دايرة. اوكي اهي ميار، والميم ما تنزلش طبعا تحت السطر، بتبقى ماشية تحت السطر. حد تاني بيعملها دايرة ويعملها كده، اتس اوكي، على حسب راحتك، بس هي في الأصح ان انا بعمل زي ما يكون 8 كده واعمل عليها دايرة اهي ميار. طب لو الميم في آخر الكلمة زي مثلا يوم، اهي يوم، هاجي في الآخر اعملها لوحدها كأن هي، كأن انا بعمل حرف حاء وانزله، يعني مثلا اكتب يوم، يوم، ادي الياء والميم، الياء والواو، وادي الميم اهي اهو انزلها. طب لو انا هشبكها في حاجة تانية واكتب مثلا عظيم، ادي عين والضاء والياء، وادي الميم بعملها برضو زي ما تكون نص دايرة وانزل بيها عظيم. اوكي، يبقى الميم انت ممكن تحطها مثلا، اكتب أليم، ادي الميم اهي وانزل بيها لتحت. اوكي، انما لو الميم لوحدها زي مثلا يوم بكتب كده. اوكي، يبقى بالظبط لو الميم لوحدها هعملها كده كأنها حرف الحاء، كأنها ح وبنزلها. اوكي، هقول بسرعة على في حروف حاجة بيسموها فوق السطر وحروف تحت السطر وحروف على السطر، زي ايه؟ الألف اللام يكونوا فوق السطر، وكذلك الطاء والظاء ومعظم الحروف والهاء، كل الحروف دي بتبقى فوق السطر. اوكي، والتاء والباء، كل دي حروف ماشية على السطر. طيب دي حروف ماشية على السطر وطالعة فوق. طب الحروف اللي تحت السطر زي مثلا العين في نهاية الكلمة أو الغين، والنون بتبقى نازلة تحت السطر، بتبقى بيقولوا عليها حروف الكاسية، يعني عاملة زي الكاس. يعني مثلا لو أنا هكتب أدي حرف النون، لو أنا هكتب مثلا نون ما تبقاش جوه السطر، جوه الكلمة كده طبعا، بتبقى في آخرها. أوكي، لو أنا هكتب مثلا كلمة آخرها من، أهي النون نازلة تحت السطر والنقطة فوقيها. أوكي، فوق كده، تمام. يبقى احنا كده دي حروف اللي هي تحت السطر، زي مثلا القاف. القاف لو انا بكتبها في اخر الكلمة زي مثلا كلمة اخرها قاف، نكتب مثلا كلمة ايه، بوق، اهي بوق، والقاف اخر السطر. اوكي، الحروف بتبقى فوقيها. اوكي، طيب احنا هناخد كده بسرعة اخر حاجة. لو انا هكتب، عايز اقول لكم على القواعد، لازم اهم حاجه يكون انت ماشي على السطر، تكون الكلمه مسطره، خلاص، تكون الكراسه مسطره، تكون انت قاعد قاعده مريحه، ما ينفعش انت قاعد الكراسه تبقى بميل، يعني الكراسه مش هتبقى قدامي كده، انا كده مش هتبقى الكراسه قدامي، امال الكراسه هتبقى ايه؟ هتبقى مايله كده الى حد ما، لو انا بكتب بايدي اليمين، لو انا بكتب بايدي اليسار هتبقى مايله ناحيه الشمال شويه كده وبكتب بالناحيه دي، خلاص. طيب بس اخر حاجه عايزه اقول عليها بالنسبه للكتابه، انا قلت لكم ان احنا هنكتب بخط مايل، يعني ادي الكراسه هي قدامي وادي ايدي انا بكتبها كده، بخلي الكراسه على ايدي، وعلى حسب راحه الطفل اللي قدامك او الشخص اللي قدامك، في ناس تحب تمسك تحط الكراسه كده، بس لو انت عايز تجود خطك يبقى بالشكل ده. اوكي، الحاجه الثانيه، طبعا لو انا بكتب باليسار هكتب، هحاول ان انا اخلي الكراسه الناحيه الثانيه. طيب بالنسبه للمسافات ما بين الكلمات، لو انا هكتب مثلا ايه، انا اسمي ايمان، هكتب اهي انا اهي، تمام، واسيب مسافة، اكتب انا اسمي، اوكي، ادي الميم اهي، انا اسمي ايمان. اوكي، طب لو انا عايز اكتب الف ولام اكتب الايمان اهي، الف ودي اللام اهي، وفي زي 8 كده، واحد ودي اللام بعملها زي عليها علامة وهي الإيمان. اوكي، اللام ألف ألف وهي، ونعملها زي ما يكون في جزئية صغيرة.
يا رب اكون عرفت اوفي كده او اتعلمنا حاجه من قواعد الخط دي. انا خدت دوره كورس الخط العربي ده وحبيت بس ان انا اوضح لكم القواعد، يا رب يكونوا استفدتوا منها، وان شاء الله هنتقابل في فيديو قادم. احنا بنتقابل كل يوم في فيديوهاتنا الساعه 9، كل يوم الساعه 9 بينزل معانا فيديو جديد. يا رب اقابلكم على خير واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وامنه.